السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعن عمر بن الخطاب، وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر. هذه الحقيقة للعلم، من الذي أدركها؟ من أدرك حقيقة أن الزهراء عليها الصلاة والسلام ملكة مالكة؟ الله ملكها الأرض وملكها ما عليه الأرض. أحد الذين أدركوا ذلك هو الطاغية الثاني عمر بن الخطاب لعنة الله عليه، كان ملتفتا إلى هذا المعنى. أنتم راجعوا أيها الإخوة هذا الحديث الشريف المعتبر الذي رواه شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي الشريف بسنده عن أبي الحسن الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، حينما ذكر قصة انتزاع فاطمة عليها السلام كتابا من الطاغية الأول أبي بكر بن أبي قحافة، فيه إقراره بحق فاطمة بفدك، قصة مفصلة فالزهراء عليه السلام خرجت وكان معها هذا الكتاب، وإذا بهذا اللعين عمر بن الخطاب يقابلها في الطريق. يقول الإمام الكاظم عليه السلام: فخرجت والكتاب معها. الكتاب كانت قد انتزعته من أبي بكر، فيه إقرار منه واعتراف بأن فدك وما والاها، يعني وما بحكمها من الأراضي، هذه حق للزهراء عليه السلام. فخرجت والكتاب معها فلقيها عمر فقال: ما هذا معك يا بنت محمد صلى الله عليه وآله؟ قالت: كتاب كتبه لي ابن أبي قحافة. شوف، ما قالت مثل ما البعض يقولون كتاب كتبه لي الخليفة الأول، كتبه لي الخليفة أبو بكر. ما تسلم الزهراء عليه السلام بأن هذا خليفة ولا خليفة أول، ولذلك سمته بماذا؟ ابن أبي قحافة. كتاب كتبه لي ابن أبي قحافة. وحسرة على الذين يصعدون المنابر ويزعمون أنهم يمثلون الزهراء عليها الصلاة والسلام، فينبغي أن يتكلموا بمنطقها، يصعد المنبر ويقول الخليفة الأول، مع أنه تدري هذا تعبير الخليفة الأول، الخليفة الثاني، الخليفة الثالث، هاي تعابير من أصلا؟ ما تصدق إذا أقول لك هاي تعابير معاوية أصلا. معاوية كان يستخدم هذه التعابير. أنتم ارجعوا إلى مراسلاته بينه وبين أمير المؤمنين عليه السلام، لما كان يريد أن يؤذي أمير المؤمنين شنو يكتب له؟ يكتب له إيه، وأنت حسدت الخليفة الأول حتى يعني أجلبت عليه، وحسدت الخليفة الثاني. ما يقول أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، يعبر عنهم بالخلفاء. هذا الخليفة الأول شرعا، هذا الخليفة الثاني شرعا، هذا الخليفة الثالث. هذه أصلاً تعابير واصطلاحات معاوية بن أبي سفيان، خطباء يصعدون على المنابر يستخدمون هذه الاصطلاحات. عبر، قول الطاغية الأول، هذه تعابير أهل البيت. الطاغية الثاني، ما تريد تقول طاغية الأول طاغية الثاني طاغية الثالث، ما عندك قوة وشجاعة. قول أبو بكر واسكت خلص، لازم تقول الخليفة الأول، الخليفة أبي بكر. قول أبو بكر خلص، قول عمر خلص، ياهو ليمك. حتى تعرفون أيها الإخوة، نحن بحاجة حتى إلى تقويم ألسنتنا، نتكلم بمنطق أهل البيت عليهم السلام. شوف الزهراء صلوات الله عليها كيف عبرت عنه: كتاب كتبه لي ابن أبي قحافة. قال عمر: أرينيه هذا الكتاب، خليني أشوفه. فأبت، ما قبلت الزهراء عليه السلام. فشوف الوغد شنو سوى،
فانتزعه من يدها عمدا غصبا قهرا انتزعه من يدها ونظر فيه ثم تفل فيه ومحاه وخرقه. شق الكتاب هذا، شق هذه الصحيفة. اللي الزهراء عليه السلام قالت: بقر الله بطنك كما بقرت صحيفتي هذه، مزق الله بطنك كما مزقت صحيفتي هذه. وبالفعل استجاب الله عز وجل لدعاء الزهراء عليه السلام، فمزق أبو لؤلؤة المسلم النهاوندي رحمه الله، مزق بطن عمر. وهذا يذكرنا بكسرى لعنه الله الذي مزق كتاب رسول الله لما وصله. تعرفون القصة، أخذ الكتاب، كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومزقه فأصيب بنفس الشيء. كسرى هو ذاته لما يعني ثاروا عليه مزقوا بطنه. اقرأوا في التاريخ. فالذي حصل لعمر هو الذي حصل لكسرى. على أية حال، يقول الإمام الكاظم عليه السلام: فانتزعه من يدها ونظر فيه ثم تفل فيه ومحاه وخرقه، فقال لها: هذا لم يوجف عليه أبوك بخيل ولا ركاب، فضع الحبال في رقابنا. يعني ماذا يريد أن يقول عمر هاهنا؟ يريد أن يقول: إذا أنت أخذت فدك وما والاها. وما والاها يعني معظم الأراضي بعد، هاي كل الأراضي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، هذه كلها لك، كل هذه الأراضي لك. لا 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 أبدا، ليست كل هذه الأراضي لك. هذا لم يوجف عليه أبوك لا بخيل ولا ركاب، ليست حقا لك ولا لأبيك، وإلا لو كانت حقا لك ولأبيك فما ناقص إلا تضعين الحبال على رقابنا. يعني إحنا منصير عبيد لك، نصبح عبيد، عبيد عبيد، موالي، مملوكين، عبودية، أرقاء، نصبح لك رقيق. كيف التفت عمر إلى هذا الأمر؟ عمر أيضا لم يكن غبيا، يلتفت جيدا، يعرف أنه إثبات هذا الحكم للزهراء عليها الصلاة والسلام أنها تملك كل هذا الفيء الذي يدخل فيه كل شيء تقريبا، معناه أنه حتى الناس يصبحون ملكا للزهراء صلوات الله عليه، عبيد للزهراء صلوات الله عليه. ولا أقل أنه كل الأراضي، إذا كل الأراضي تصبح ملكا للزهراء عليها الصلاة والسلام، إذن لا يتبقى شيء. كل الأراضي ملك للزهراء، يعني تقدر تتحكم بكل البشر، لأنهم إنما يسكنون على الأراضي التي هي ملك لها. فكأنه يقول: ما ناقص إلا تخلين الحبال في رقابنا وتقودينا، بعد إحنا كلنا صرنا عبيد.